عسلامة الولاد. عسلامة. 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 مرحبا بكم الشباب جرجيس. بيه مسيو، انت مقيم بالخارج، عندك 4 سنوات، خرجت يعني هجرة غير شرعية، وتوا يعني امورك مريقلة وامورك واضحة وجيت لتونس. احكي لنا تجربتك، كيفاش بديت؟ خرجت 2020، بخرجت حارق كما الناس الكل، هو مشيت غادي خدمت وركحت اموري ورجعت للبلاد. تزوجت ولا لا؟ لا، مقيم في فرنسا. انت مقيم في فرنسا؟ هل معناها انك تعمل اوراق كانت حاجه سهله ولا صعيبه؟ كل واحد ما شكون عاونك ولا لا؟ كل واحد وكيف. انا بس كي عملت ورقه للخدمه خدمت، يعني لقيت فرصه عمل رجلت من خلالها امورك نتاع الاوراق وكل شيء. خدمت وبعد لي صبيت ورقي نتاع خدمه. عشت صعوبات من الاول ولا؟ ايه، من الاول اكيد. يعني هل كانت الفلوس متوفره من الاول انك لا تمشي روحك وانت غادي ولا لا؟ المره الاولى لا، مي بشويه تخدم و بعت لي سياره. والله ما هيش جنه، هي ايه ما هيش جنه، اما صحيح على برشا حاجات مهنيه معناها ما هيش متوفره، معناتها بلادك توا واحد من الناس هذا وبرشا وبرشا وبرشا، معناها اللي يمشي غادي ويحب يمشي ويحب يحرق وكل شيء زايره راه باش يروح لبلاده، فهمت؟ مش ناخذ هو بعين الاعتبار انه في 3 سنوات معناها عمل اوراق، وخاطر فما برشا معناها عندهم سنين معناها غادي ومتمرمجين وما عندهمش لا خدمه لا اوراق لا حتى شيء. يعني راهو الشباب كي باش يتفرج فيه باش يقول في 3 سنين عمل اوراق وشد خدمه، مش معناها كلهم باش عندهم حظ كيف وراهو. اما صحيح راه اللي بيخدم وبيحط معناها مخه كونسونتري كان مع الخدمه بيخدم، راهو بيعمل اللي في باله وبيحسن ظروف عائلته وكل شيء. اما اللي بيمشي معناها غادي وبيتبع ويتكيف وغبره وترى شنو، ماهوش العمر كان باش يوصل النهار باش يكون يوصل النهار باش يروح. سيدي انت كان قعدت هنا في بلاد خير كي انت تعمل في الحاجه هذه، مي سيد هذا من يمشي يخدم، فهمت؟ واني نعرف معناتها من يمشي يخدم معناها حتى الويكاند نتاع سبت وحد يخدم ما يرتاحش، خلاص معناها ما يرتاح كل شيء يروح ومتهنى طول ولا ياخذ يكون جيات كل شيء يروح. طول في العام اروح 3 مرات. اما احكي لي من الاول كيفاش الصعوبات مريت بها، شنو صار بالضبط؟ صعوبات المشكله غادي ما صعوبات غادي معناها ما مي... صعوبات ما تفهمش البلاد، ما تفهمش كيفاش تبدا خايف، ما تعرفش كيفاش تخدم، ما تعرفش سيرتو كي تبدا ماكش قاري، تبدا ما تحكيش فرنسي لا ليمات لو لاكيت اكثر صعوبات. مي بعث لي بشويه تخدم وتتعلم، وكل مره كل يوم تشوف حاجه بعث لي لاباس. هل فما شخص عنده فضل عليك؟ معناها الشخص اللي انت هو عاونك، يعني ما تنساش فضله. واي ثم معناها عاوني كيما تعاون الناس الكل، وقف معايا وراني كيفاش. كانش عندك اقارب في فرنسا ولا اصحاب وقفوا معاك؟ كان عندي اقارب. معناها كي مشيت لفرنسا عندك شكون غادي ينجم يعيشك؟ عندي شكون غادي. اهم حاجه. صحيح. عندي شكون غادي هو اللي معناتها اللي جابني، قعدت عندها ايامات الاولى وبعث لي هكا. ما تخممش معناها تواصل قرايتك ولا غادي؟ المشكله انا ما من هني، المشكله هي شنو، هي اني هني ما كملتش قرايتي. صحيح، هذاك علاش انا قلت لك معناها فماش بوسيبيليتي هكا. لا تطور شويه يعني والوزن كما شكرت على خاطر ريتا انسان تو يوصل معناه من السادسه ابتدائي يوصل يخمم في الحركه، كيفاش تحب يخدم، كيفاش تحب يخمم في الحركه ويحب يقرا في نفس الوقت؟ ما نجمش وما عندهم. كما قلت لك ناخذ كمثال، اما بالنسبه للعبيد الاخرين هكا اومواك يبدا قاري يلقى فرصه اكثر. صحيح. اي بيان سير حاجه اكيد يبدا قاري غادي. صحيح راه مش كيما هني تخرجت 1000% غادي من بتتخرج وبتمشي راك طول باش تخدم في مهما كانت قريتك وين معناها فاش كنت تتبع، فهمت؟ طول راك باش تخدم. بينما هني برشا 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 80% من تونس هذا كلهم بطله، وتجي تشوف تلقى عنده شهيده هذا ما شاء الله، طبيب والبيلوت بيلوت، وتلقاهم هنا ابسط الواحد تلقاه مسكين يا يبيع في السرفيات يا يخدم في المرمى، والحمد لله وكو. وبلادنا راهي تقعد معناتها بلادنا على راسنا هنا ونحبوها. صحيح راه جامي نهار باش نكروها. اول ما مشي وداروا رقم ما روح وهذا وغيره، نحكي على الناس الكل اول ما خمم باش يروح تونس، لا تنجم تروح في الجزائر، لا تنجم تروح المغرب، تنجم تروح بلجيك، تونس معناتها زايد بلادك، حتى كان ظلمتك راهي باش تقعد بلادك، هي امنا الكل.
كيفاش جات الفكره الساعه نتاع الهجره الغير شرعيه؟ من يعني صغير غرام عمرك توا عمري باش ندخل 21 صغير برشا ماني حرقت صغير زيدا صغير كيفاش خليوك العائله نتاعك ديجا هو الحومه نتاعنا كل معناها الكارتيه اللي احنا فيها معناها كلهم خرجوا فهمتي معناها يمشي ولد عمك يمشي صاحبك يمشي جارك معناها باش تمشي حتى انت لازمك تمشي فهمتي معناها كلها مشت احنا هم بليس نسكنوا في جرجيس معناها اكثر بلاد خرجت منها الحرقه فهمتي ما كانوش رافضين عائلتك من الاول ما كانوش خايفين شويه سيرتو اي هما ما يحبوش ماهوش باش يخلوك تمشي ترمي روحك للموت مي ام ولا ابو يقبل اي صحيح ما عندهمش حتى حل بعتالي فهمتي انت حاولت في تونس وما نجمتش نو ما كذبش عليك مش حاولت كنت نخدم هنا في تونس ما يعني انت كان هذا مبدا اي صحيح ما كنت نخدم في تونس مانيش باش نكذب عليك نقول لك قعدت بطال كنت نخدم نقرا ونخدم ولاباس لكن ترى انه السالير ما يعيشش ايه ما عايش تعيش من انت تنجم تعيش من عائلتك توا سافاترا روحك ولا الحمد لله لاباس ايه صافا الحمد لله انت من النوع اللي يحب يخدم بيريود ويرجع لبلاده والا تحب تكمل تعيش غادي نحب نخدم بيريود ونرجع لبلاد ما خاطر غادي باللي تكون ديما باش تحس العنصريه فهمتي تعرضت للعنصريه ولا وي تعرضت مي في معنا في اللغه كيفاش نحكي في الفرنسي كاني ما نحكيش فرنسي تعرضت شويه عنصريه فهمتي معناها يجيك واحد قوري يقول لك لازمك علاش ما تحكيش فرنسي لازمك تحكي فرنسي تعيش هنا في بلادنا لازمك تريسبكتي لا لونغ نتاعنا وتحكي للاسف ما دامك تعيش في فرنسا انت مطالب تحكي فرنسي نعم ما دامك تعيش في فرنسا مطالب تحكي فرنسي ونرجع نفس اي نرجع نفس الكلام معناتها القرايه هي معناتها كي تكون تي با اوبليجي باش تقرا توصل الباك ولا تتخرج مي تكون على الاقل مثقف شويه تحكي حاجه ماهيش داخله في القرايه يعني هذيك تنجم تقراها على روحك حتى بريفي اي صحيح في المانيا باش تعيش لازمك تحكي المو في ايطاليا لازم تحكي ايطاليان كل دوله فهمت اي اكيد خاصه انك باش تسكن معناها باش تعيش غادي باش تقيم غادي لازمك اللغه نتاعهم تتعلم اي اكيد لازم ميم حتى باش تخدم باسكو كان خدمت مع عرب تنجم تتعدي روحك وتخدم نورمال مي كان خدمت مع غور لازمك تحكي فرنسي في اجانب معاك في الخدمه ايه ما نخدم مع اجانب يعطيك الصحه ميرسي بوكو نخلي لك الكلمه الاخيره الكلمه الاخيره نسلم على الحومه وبالاخص الرصيفات خصوصيا وعلى جرجيس كامله كاو الرصيفات ما قعد فيها حتى حد حومتنا هذه الرصيفات سي بون اخر فياج هذا مازال شهرين وسي باش نخرجوا منه حتى ربي يوفقكم ان شاء الله يا رب ان شاء الله شكرا